التلاميذ بعد ما كملنا درس الأعشار والأجزاء من 100 نأتي إلى مقارنة الكسور العشرية وترتيبها، كيفية ترتيبها. طبعا قلنا كل ما احنا نستعمل مقارنة الكسور بعدها راح نحتاج ترتيبها، فلذلك نفس الفكرة من الترتيب أيضا لازم تعرف ياهو الأكبر ياهو الأصغر وترتبها بالشكل اللي مطلوب من عندك. أول شيء أكو طريقة هي شنو على جدول القيمة المكانية، استعمل القيمة المكانية اللي هو شنو أسوي جدول بالأحاد وبالفارزة وأجزاء العشرة وأجزاء المئة. الأعداد اللي ينطيني إياها أكتبها بجدول القيمة المكانية، مثلا هنا 8 على الصحيح و5 بالعشرة، 8 على الصحيح و9 بالعشرة، 8 على الصحيح و3 بالعشرة. شو راح أجي أقارن؟ راح تجي تقارن من جهة اليسار، من جهة اليسار راح أجي أقول أول شيء العدد الصحيح أقارن العدد الصحيح. هسه هنا من عندي أكبر بما أنه كلهم 8 فحد هنا يا آني أوكي تمام، أجي أشوف أول عدد بعد الفارزة، أول عدد بعد الفارزة أقارنهم. فهسه هنا من هو الأكبر، 5 أم 9 أم 3؟ هنا أشوف 9 هي الأكبر، إذن هذا العدد هو الأكبر، هذا العدد هو الأكبر. بعدها راح أقارن بين 5 و3، شيء أكيد 5 أكبر فأقول هذا العدد هو الأكبر، فبهالحالة أني عرفت أيهما أكبر. أوكي، هاي بالنسبة لاستعمال القيم المكانية. أكو طريقة أخرى باستعمال المستقيم الأعداد، فهي أنه توضح على الرسم على مستقيم الأعداد بين 8 وبين 9 مثل ما قبل شوي سوينا تقسيمات. راح تجي تقارن، أنت راح تشوف ياهو الأقرب، أنه ياهو الأكبر هاي أقرب للتسعة، إذن شنو هي أكبر، هاي أقرب من 8.3 إذن هي الأكبر، هو بهالحالة راح تكون هذه أكبر ثم هذه ثم هذه. أوكي، هاي الطريقة. هنا نجي مطلوب من عندي استعمل جدول القيمة المكانية وأقارن بين الكسرين. أول شيء جاي قايل لي 0 على الصحيح و5 بالأعشار، 0 على الصحيح و5 بالأعشار، 0 على الصحيح و6 بالعشرة. زين، هنا أنا إذا أجي بالقيمة بجدول القيمة المكانية راح يصير عندي هيجي، راح أجي أكتب هنا 0 فارزة هنا 5، 0 فارزة هنا 6، وأجي أقارن بيناتهم. فأنت بصورة مباشرة وتقدر تقارن أصلا أيضا بصورة مباشرة، فهنا منو أكبر، 6 أم 5؟ شيء أكيد 6. هنا منو الأكبر، عندي 1 على الصحيح، هنا اثنيناتهم الأعداد الصحيحة مستاوية، وهنا 1 على الصحيح و1 من 10، وهنا 7 من 10، إذا ياهو الأكبر شيء أكيد 7 من 10. هنا إيش عندي؟ عندي 0 على الصحيح و45%، هنا عندي 0 على الصحيح و54%. فنشوف منو الأكبر هنا مرتبة الأعشار، منو أكبر؟ هذا أكبر، إذا نكتب هذه الصورة. هنا أقارن بين الرموز العشرية مستعملين أكبر أو أصغر أو يساوي، نجي نقول 0 على الصحيح، هنا 0 على الصحيح، مرتبة الأعشار هنا عندي 3 وهنا عندي 1، إذا 3 هي الأكبر. أجي هنا أقول هنا مرتبة العدد الصحيح اللي هو الأحاد 7 أكبر من 0، فرأسا أوتوماتيكي أقول أني أكبر 7.81. هنا شو أقول؟ 3 على الصحيح و6 بالأعشار، وهنا عندي 2 و7 بالأعشار، إذا 3 أكبر من 2، فأجي أخلي علامة الأكبر. هنا قايل لي استعمل جدول القيم المكانية وأكتب الكسور من الأصغر إلى الأكبر. أقدر أسوي أني هنا جدول عادي كل سهولة، لا حد يتعاجز من الجدول، لأنه بالعكس الجدول راح يخليكم تفهمون الموضوع أكثر وما تخطئون نهائيا. هاي الأحاد وهاي العشرات المن للعدد الصحيح. هنا ايش عندي؟ طبعا هنا عندي فارزة اللي هي هاي، اوكي، وهنا ايش عندي؟ اجزاء العشرة وهنا اجزاء المئة. اوكي، ايش منطيني؟ منطيني 0 على الصحيح فارزة 8، منطيني 3، ومنطيني 0 على الصحيح فارزة 1 9. زين، هاي شلون اقارنها؟ اول شيء هو مطلوب عندي من الاصغر الى الاكبر، فاني ابحث عن الاصغر. هنا اول شيء شنو؟ الثلاثه على الصحيح هي اكبرهم، فلذلك بعد ما اقارنه هنا عندي 0 و0. اوكي، هنا ايش عندي؟ عندي 1 1 و8 1 و8، فيا هو الاصغر، هذا العدد اصغر، فاقول 0 على الصحيح و1 و19% هو الاصغر. العدد اللي بعده راسا اقول 0 على الصحيح و8 وراها الثلاثه، فانا رتبت هسه من الاصغر الى الاكبر. اوكي، هنا اجي على النقطه رقم 8، ايضا مطلوب من عندي من الاصغر الى الاكبر، فهنا يعني راسا 11 هي اكبر من 9، فلذلك راح اخليها هاي اكبر شيء، فاقدر راسا اخليها بالاخير لانه هو طالب من الاصغر الى الاكبر. هنا اجي اقارن بين هاي العددين، اثنيناتهم 9،
الأجزاء من عشرة اثنيناتهم سبعة، فأجي على أجزاء المئة. هنا باعتبار هسه تقولي ست هنا شلون عرفنا، هنا ثمانية هنا ماكو شيء. لا، هنا ورا السبعة مدام ماكو شيء معناته قد قيمة المئات أجزاء من المئة، معناته قيمتها صفر. إذا تسعة على الصحيح فاصلة سبعة هو أصغر من تسعة على الصحيح فاصلة ثمانية وسبعين، فأقول تسعة فاصلة سبعة وهنا تسعة فاصلة سبعة ثمانية وسبعين. أوكي، هنا بنفس الطريقة أيضا هنا راح أجي أقارن هاي الأربعة على الصحيح شيء أكيد هي الأكبر، فراح أخليها آخر شيء. أوكي، أجي أقارن بين هنا واحد وثلاثة هي الأصغر، إذا واحد فاصلة 12% وهنا 0.32%. هنا رقم عشرة طالب أيضا من عندي إنه أقارن، أيضا الواحد هو أكبرهم فراح أخليه هنا. هنا صفر على الصحيح فارزة 7%، شوف هاي شلون تنقري 7%. أوكي، ليش؟ لأن هنا عندي جزء من العشرة بصفر ما يصير أهم له، فش أقول 7%. هنا صفر على الصحيح وخمسة بالمئة، خمسة بالعشرة، إذا ياها الأصغر شيء أكيد هذه أصغر لأن قارب بين الصفر والخمسة، إذا صفر على الصحيح فاصلة 7%، وهنا صفر على الصحيح فاصلة 5. هاي بالنسبة للتمارين. أتأكد ناش مطلوب من عندي، مطلوب من عندي استعمل الجدول التالي الذي يبين الزمن الذي استغرقه المتسابقون في رياضات درجات الهواء المسابقة 24 كيلومتر اللي يجب على الأسئلة التالية. مثل ما تعرفون إنه شيء أكيد اللي استغرق زمن أقل بإنه يوصل خلال 24 كيلومتر هو الفائز، لأنه اللي يوصل بزمن أقل هو الفائز. أوكي، فأجي أدور على الزمن الأقل، من هو اللي زمن أقل؟ أول شيء من الفائز بالسباق من هو؟ فأجي أقارن الأعداد الصحيحة فأشوف علاء أصغر شيء دقيقة وسبعة وخمسون ثانية، فأجي أقول علاء. أوكي، أرتب المتسابقين من الأول الثالث، الأول عرفنا. أوكي، أجي أقارن من هو الثاني، من هو الثاني؟ هنا اثنين على الصحيح عندي، هنا اثنين على الصحيح، إذا سمير واثنين هنا وسبعة وعشرين، وهنا ثلاثة وهنا اثنين، إذا سمير هو الثاني، إذا أقول علاء، بعدها سمير، وبعد سمير منو؟ بشار. اوكي، يقول لي ما اسم الشخص الذي حل بالترتيب الثاني في السباق، فراسا نقول له سمير. اوكي، اتمنى تحلوا لي تمارين احلوا بالدفتر حتى تقوون اكثر وتعرفون شلون تقارنون بين الاعداد بين الكسور العشريه، واستعملوا الجدول القيم المكاني ايضا حتى للسهوله، واتمنى لكم التوفيق.